كنتمنى من الله اللعابه يديروا مجهود ويجيبونا الكاس هذا يخليوه في الدار البيضاء ان شاء الله هنايا في الدار البيضاء ونفرحوا الامه الوداديه والشعب المغربي كامل. احنا تايقين في اللعابه ديالنا وتايقين في السي وليد الركراكي ان شاء الله يخلينا الكاس هنايا. وبالنسبه للجماهير الجماهير الوداديه ان شاء الله شوف تبارك الله انضباط وفهمتيني وما كاين لا شغاب لا والو والاجواء دايزه بخير ان شاء الله وان شاء الله الكاس غتبقى هنايا وديما وداد. خويا السر ديال الانضباط ديال الوداد هي الفصيل ديال الوينرز اللي كيعطي التعليمات ديالو وكي فهمتيني كيمشيو الفصيل ديال الوينرز كي فهمتيني كياخذوا النصائح ديالهم وداك الشيء علاش ما كاين لا شغب لا والو كاين الصف وبنادم كيدخل هاني وما كاين لا مشاكل لا والو. وكنشكروا الامن على المجهودات التامه ديالهم على قبل التنظيم ديالهم ومساعده ديال الجمهور باش كيدوز هذا الحفل هذا ان شاء الله غيدوز بخير وعلى خير وان شاء الله الكاس غتبقى هنا في المغرب. التوقعات ديالكم المباراه ديال اليوم ان شاء الله المهم هو ربح كما كانت النتيجه المهم الثالثه خصها تجي تبقى في كازا ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم. هو يوم تاريخي بالنسبه للكره المغربيه فريق الوداد يبحث من خلال هذه المقابله هذه اللي ما غاديش تكون سهله امام فريق الاهلي حامل لقب. الجماهير كما كتشوفوا ان الجماهير حاضره وبقوه قبل بدايه المباراه هذا يؤكد الحماس الكبير بالنسبه للجماهير الوداديه اللي كتطمح ان فريق الوداد يوصل النجمه الثالثه وملامسه المجد الافريقي للبطوله الاغلى على مستوى القاره. المباراه كما قلنا ما غاديش تكون سهله امام فريق عريق امام فريق مدجج بالالقاب. اتحدث هنا عن فريق الاهلي المصري اللي غادي يجي غادي يبحث عن اللقب الذي في حوزته بينما فريق الوداد يعد العده لهذه المواجهه. وكذلك شفنا قبل هذا اللقاء بخمسه ايام كان هناك تركيز كبير جدا من قبل لاعبي ديال الوداد هناك في معسكر تدريبي مغلق وليد الركراكي حتى على انه يعني اللاعبين انهم ما يشوفوش مواقع التواصل الاجتماعي باش انهم ما يكونش هناك توتر ما يكونش هناك كذلك ضغوطات على اللاعبين. الله يحسن احوال اللاعبين صراحه لانهم كيعيشوا ضغوطات كبيره ولكن من خلال المقابله نعم وليد الركراكي غادي يعرف كيفاش انه يشوف او ان يجد يعني التوليفه المناسبه لهذه المقابله هذه لهذه المباراه لان لكل مباراه يعني خصوصيات ديالها لكل مباراه عندها حسابات اخرى. نعم فريق الوداد اللي وصل لهذه المقابله بعد الاطاحه ببيترو اتيتيكو اللي ما كانش سهل بحكم انه ازاح احد المرشحين للقب. تحدث هنا عن فريق الجنوب الافريقي فريق ماميلودي سان داونز وكذلك فريق الاهلي وصل لهذا الدور او المحطه الاخيره بعد التجاوز ديال وفاق سطيف اللي ما كانش فريق اللي هو سهل بحكم انه كذلك استطاع انه يرجع من راديس ببطاقه التاهل للنصف النهائي ومربع الكبار بعد فوزه على فريق يعني الترجي الرياضي التونسي اللي كنعرفوا الحموله التاريخيه بالنسبه لهذا النادي. نعم هي مقابله لا تقبل القسمه على اثنين نعم ويصعب التكهن من سيفوز فيها لكن بحكم اننا مغاربه نتمنى كل التوفيق لفريق الوداد من اجل الابقاء على الاميره السمراء من اجل الابقاء على الكاس الغاليه من اجل الابقاء على دوري ابطال افريقيا هنا بالدار البيضاء. وتحيه قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.